بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق ما في الأرض جميعا لهذا الجنس البشري، وقال في ذلك: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد جاء في تفسير ابن عباس أن ذلك ثلاثة أقسام: ما خلق انتفاعا، وما خلق اعتبارا، وما خلق اختبارا. فما خلق انتفاعا هو ما ينتفع به الناس من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات، لأن هذه الأربع هي أصول المنافع التي تعهد الله بها لآدم في الجنة، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذا يشمل تغذية الأبدان وتغذية الأرواح بالعلوم والنافعة والمواعظ والذكرى. والقسم الثاني: ما خلقه الله اعتبارا، وهو ما خلق الله في الكون مما لا نفع فيه ولا ضرر على الإنسان، ككثير من المجرات الهائلة التي فيها المليارات من الكواكب والنجوم، يسيرها الله سبحانه وتعالى في هذا الفضاء الواسع. وكذلك كثير من الحيوانات البحرية والنباتات، وكذلك كثير من الحيوانات البرية والنباتات والمخلوقات الأخرى، سواء كانت من الجوامد كالحجارة والحصى ونحو ذلك، أو كانت من السوائل كالمياه وأنواعها، أو كانت من المتبخرات كالغازات ونحوها، فكل هذه المخلوقات هي للاعتبار والموعظة. والقسم الثالث: ما خلقه الله اختبارا للناس، وهو ما في هذا الكون مما يضر الإنسان كالأمراض والأوبئة والأسقام وغير ذلك مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وأصل الشر كله إبليس، فحكمة الله في خلقه الضرر، وذلك اختبارا للناس وامتحانا لهم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيخلق الله سبحانه وتعالى ما شاء من خلقه، وخلقه لا يتوقف. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى له نوعان من أنواع الإرادة ونوعان من أنواع الكلمات. فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. فالإرادة التكوينية هي الأمر، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فإذا أراد تكوين شيء يقول له كن فيكون. وهذه الإرادة تسمى بالمشيئة، ولذلك قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقسم الثاني: الإرادة التشريعية، وهي ما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام. والكلمات تنقسم باعتبار هاتين الإرادتين إلى قسمين: إلى كلمات تكوينية، وهي التي لا يتعداها بر ولا فاجر، فإذا قال للبر صلي يصلي، وإذا قال للبر مت يموت حالا، وإذا قال للفاجر مت يموت حالا، فهي الكلمات التي لا يتعداهن بر ولا فاجر. أما الكلمات التشريعية فهي التي يقف عندها البر ويتعداها الفاجر، فإذا قال للبر صلي يصلي، وإذا قال للفاجر صلي لا يصلي. وهذه كلها من أمره سبحانه وتعالى ولا تنتهي. ولذلك قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالكلمات التكوينية لا تنتهي. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هو آية من آيات وحدانيته، ودليل على تمام قدرته وتصرفه في الكون. ولذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الهلال قال: أيها الخلق المتصرف في فلك التدبير، والمتردد في منازل التقدير، آمنت بمن نور بك الظلم وأسفر بك الوهم، وجعلك آية من آيات وحدانيته، وعلامة من علامات سلطانه، وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، وفي كل ذلك أنت له مطيع وإلى أمره سريع. فسبحان الذي خلقك وخلقني وصورك وصورني وقدرك منازل. فلله الحكمة البالغة، فكل ما ترون من الخلق والآيات
في السماوات والأرضين، كان قادرا على أن ينشئه في الأيام الأربع الأول من خلق العالم، وقد خلق فيها ثمانية أصناف من أصناف الخلائق. في الأيام الستة الأولى من خلق العالم خلق الله فيها أربعة أصناف من العالم السفلي وأربعة أصناف من العالم العلوي. أربعة أصناف من العالم السفلي في أربعة أيام من الأول، وفي اليومين الآخرين كذلك خلق أربعة أنواع هي العالم العلوي. فقد قال سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وفي مقابل ذلك في العالم العلوي قال سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فأربع تقابل أربعا من هذه الأجناس من المخلوقات، وبذلك كان بالإمكان أن تكون هذه الوسائل التي تظهر في هذا العالم وفي كل سنة يظهر منها شيء جديد أن تكون قد ظهرت لمن قبلنا، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى لا تنفد ولا تنتهي ولا تنقضي، فلذلك لا بد أن يظهر في كل زمان ما لم يكن شاهدا في الأزمنة السابقة. في الأزمنة الأول من خلق الكون أظهر الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور الخارقة للعادة، فكان العالم الأول كل احتياجاته مستوردة، فالبشر نزل لهم اللباس ونزل لهم كل ما يحتاجون إليه: يا بني آدم وقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وأنزل الله ثمانية أزواج من بهيمة الأنعام كما أنزل هذا اللباس وأنزل الريش، كل ما يحتاج الناس إليه كان مستوردا منزلا، لأن العالم الأول كان عالما بدائيا كل احتياجاته مستوردة. وكذلك كانت الشرائع تنزل على قدر حاجة الناس، ثم بعد ذلك إذا تجاوز الناس تلك المرحلة وتطوروا وازداد عددهم ونموهم نسخت تلك الشريعة بملة جديدة تناسب العصر الذي تظهر فيه، إلى أن وصلت البشرية إلى نضجها وأكملت مراحل تجربتها، فبعث الله إليها محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي كان كل الأديان إعدادا له، وهو الدين الحق عند الله. ولذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله هي الدين الحق الثابت في كل زمان ومكان، هو دين الإسلام. وكل الديانات الأخرى من عند الله وهي حق، ولكن تصلح لزمان محدد ومكان محدد وأمة محددة، ولا تصلح لما سوى ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. وفي كل زمان تزداد المعلومات وتزداد البشرية ويزداد ما تكتشفه من نواميس هذا الكون، وذلك كله يدلنا على الحكمة البالغة لربنا جل جلاله. فإن الله سبحانه وتعالى لو أخرج هذه المعلومات وهذه الاكتشافات الهائلة في أول العالم لنفد نصيب الآخرين، وكانوا عالة على من سبقهم، وليس لهم شيء يطورونه ولا شيء يشتهرون به ولا شيء يفهمونه من نوامس هذا الكون. والغريب أن هذا ليس مختصا بعلم الكون، فهذا العالم الذي أنتم فيه كتابان من عند الله. الكتاب الأول هو الآيات المسطورة وهو القرآن، والكتاب الثاني هو الآيات المنظورة وهو الكون. فالكون كتاب كبير، وهذا الكون وكل ما فيه تصديق لما في القرآن. ولذلك قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا القرآن الكريم
كان بالإمكان أن يفهمه الصحابة الكرام جميعا وأن يستوعبوا كل ما فيه وأن يفسروه وينتهي ويكون من بعدهم عالة عليهم في ذلك. لكن أراد الله بحكمته البالغة أن يكون كل أهل زمان وأهل كل مكان لهم نصيبهم منه، فهو مائدة الله يتطفل عليه المتطفلون في كل زمان، فينال كل متطفل ما لم ينله من سواه. وهذا شأن العلم كله كما قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين. وحتى في التأليف في خدمة القرآن في تفسيره مثلا، من أقدم التفاسير التي لدينا الآن تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد توفي سنة 310 من الهجرة، وتفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وقد توفي سنة 303 من الهجرة، وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقد توفي سنة 327 من الهجرة، ومن بعدهم في كل زمان ما مضى عصر من عصور هذه الأمة إلا وظهر فيه عدد من التفاسير، وما من بلد من البلدان إلا وله تفاسير، وذلك ناشئ عن الحاجة وما يتجدد للناس من فهم القرآن وما يستوعبون مما فيه. فإن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعله محكما جميعا، ولكنه جعل منه آيات محكمات وجعل منه آيات متشابهات. فالآيات المحكمات هن أم الكتاب، والمتشابهات هي أقله، والمتشابهات يزول عنها التشابه مع الوقت والزمان، فكلما تطور الزمان اكتشف الناس شيئا يفهمون به بعض ما كان خفيا من دلالات القرآن. وكذلك العقائد والأخبار الغيبية التي أتانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الأمور فيها تكون خفية، وكان الأولون يؤمنون بها إيمانهم بالغيب، واليوم لا نزال نكتشف في عالمنا كثيرا مما يحقق عقائدنا ويزيدنا يقينا في ذلك. فإن إدراك الإنسان أو اطلاعه على بعض عالم الملكوت يزيده يقينا، كما قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم أراه الله كيف يحيي الموتى فكان من الموقنين. ونحن الآن لا نزال نكتشف بعض ما نرى في هذا الواقع أنه يدلنا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. فقد أخبرنا أن علينا كراما كاتبين، وأن كل إنسان منا يأتي يحمل طائره في عنقه، وأنه ينشر له كتابه بين يديه ويقرأه على رؤوس الملأ يوم القيامة. ويستغرب الإنسان فيقول: كيف هؤلاء الذين عاشوا مثلا عمر نوح 1000 سنة، نوح عمره كما نقول 1000 سنة لكن أكثر من ذلك، فما بعث نبي إلا على رأس 40 سنة، وقد مكث في قومه بعد ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذه 1000 إلا 10 سنوات، ثم مكث في السفينة في الطوفان 40 سنة، ثم بعد ذلك قيل له: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هذا السلام والبركات عمر هائل في طوله. ثم بعد ذلك كيف كانت أعماله وأعمال نظرائه وأعمال الخلائق من أولهم إلى آخرهم مكتوبة جميعا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. كل ذلك بالتوثيق الذي لا يستطيع الإنسان إنكاره. كيف يكون هذا؟ الأولون كانوا يؤمنون بهذا إيمانهم بالغيب، اليوم بهذه الاكتشافات أصبحت لدينا أيقونة صغيرة تحوي كل هذه المعلومات الهائلة من الصور والتسجيلات والأوراق والكتب، وكذلك القرص المدمج الصغير الذي يحوي كثيرا من هذه الأمور، أو الـ MP3 الذي يحوي هذه المعلومات الهائلة، ومثل ذلك أيضا الشريحة الصغيرة جدا التي تحوي كل هذه المعلومات بالصور والألوان والحركات والسكنات. فهذا بما يزيدنا إيمانا ويقينا. وكذلك التواصل والاتصال بين مشارق الأرض ومغاربها، فنحن نؤمن أن ربنا جل جلاله يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، فهو الذي يرفع القسط ويخفضه. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه،
يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل حجابه النور، وفي لفظ حجابه النار. لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فهذا الأمر الذي يرفع إلى الله جل جلاله أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل يدلنا على أن هذا العالم كله تحت رقابة الملك الديان جل جلاله، وأنه هو الحاضر الذي لا يغيب والشاهد الذي لا يزول، وأنه محيط بجميع الأشياء لا يشغله منها شأن عن شأن، وأنه هو أسرع الحاسبين وأنه سريع الحساب، وأن محاسبته للخلائق جميعا مثل إحيائهم وإماتتهم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فلذلك لا يشغله حساب أحد عن حساب أحد، ولا يشغله جزاء أحد عن جزاء أحد، ولا توقيفه على أعماله. كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى، وهو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب. يزيدنا يقينا في ذلك ما نشاهده اليوم من وسائل التواصل، حيث يتصل الذي هو في المشرق بالذي هو في المغرب، وفي المجموعة الواحدة تغطى الأرض كلها، الكرة الأرضية كلها، ويتكلم أهلها وتنقل المعلومة في نفس اللحظة، معلومة موثقة بالصورة والصوت في نفس اللحظة تصل مشارق الأرض ومغاربها. هذا كله يدلنا على أنه من باب أولى عالم الغيب الذي لا ندركه. ونحن نذكر هذه الأمور ليس أنها مثال، ولكن لأنها فقط كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. الدنيا فيها العسل وفيها الخمر وفيها الماء وفيها اللبن، وهذه في الجنة، لكن شتان بين خمر الدنيا وخمر الجنة، وشتان بين عسل الدنيا وعسل الجنة، وشتان بين لبن الدنيا ولبن الجنة، وشتان بين ماء الدنيا وماء الجنة. الجنة فيها الذهب والفضة والياقوت، لكن شتان بين هذه المسميات التي في الجنة وبين هذه في الدنيا. بل إن زيادة الإنسان إيمانا ربه جل جلاله تحصل من خلاله، من خلال إدراكه لهذه الوسائل. فالإنسان أقرب شيء إليه نفسه التي بين جنبيه. وإذا فكر أي أحد منكم الآن، هل يستطيع أن يصف لنا نفسه وروحه؟ هل يعرفها الروح كبيرة أو صغيرة؟ هل هي بيضاء أو سوداء؟ هل هي جميلة أو قبيحة؟ هو مؤمن بأنها موجودة، ولكن لا يستطيع أن يصفها لأن عقله لا يصل إلى ذلك، وهو مقتنع بهذا تماما. أكبر الملحدين وأكثرهم إلحادا يعلم أن له روحا، ولكن لا يستطيع أن يصفها، لا يستطيع أن يصفها. إذا كنت عاجزا عن وصف روحك التي هي أقرب شيء إليك، فكيف تصف رب العزة والجلال جل جلاله؟ فهذا حجة قائمة عليك بروحك التي بين جنبيك. وكذلك إدراك الإنسان لقبض هذه الروح من البدن، إن الروح إذا عرجت شق البصر فتبعها، فالبصر يرتفع يشخص في أثر الروح عند النزع، معناه إن الروح شيء متجسم يصعد تعرج. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان العبد في منقطع من الدنيا وإدبار من الآخرة وإقبال من الآخرة، جاءه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه مطمئنة ناداه فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تمكث في طرف في يده طرفة عين حتى يدفعها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من طيب الجنة، ثم يرتفعون بها فيستأذنون عند باب السماء فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساهدة تحت العرش. وإن كانت نفسه خبيثة ناداه فقال: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة. فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ولا تمكث في كفه طرفة عين حتى يدفعها إلى أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون فيجعلونها في سفط من أسفاط النار ويجعلون عليها من قطران النار ثم يرتفعون بها فيستأذنون عند باب السماء فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فترجع خائبة إلى الأرض. وهذا العروج والهبوط للأرواح كله نفهمه من خلال اللقاء الذي يحصل بيننا الآن، فكثير منا يتعرف على كثير من الأصدقاء عبر هذه الشبكات ما لا صلة له بهم، ولو رجع قليلا 10 سنوات أو 20 سنة إلى الوراء لكان مما لا يتصور أن يكون بينه وبينهم علاقة أصلا ولا بينه وبينهم أي اتصال، لكن هذا مما يظهره الله سبحانه وتعالى من قدرته وتدبيره لخلقه. فلذلك ظهر في زماننا هذا بعض الاكتشافات العلمية، منها ما يتعلق بالاتصال، وأساس ذلك في الأصل كان تخزينا ثم اكتشافا للأمواج المضمنة والمحملة التي ترتفع، وهي تنقسم إلى قسمين، أمواج قصيرة وأمواج طويلة. فالأمواج القصيرة تردها الأجرام العلوية كطبقة اليونسفير إلى الأرض ويقع فيها التفويت حتى تلتقط، والأمواج الطويلة لا يتردها الأجسام الفضائية وإنما تردها الأقمار الصناعية ونحوها وتلتقط بواسطة المحطات. وهذه الأمواج التي تحيط بنا أصواتها عالية ولكن أسماعنا غير مؤهلة لسماعها، مثل أصوات الأكسجين، أصوات أقصد ما حولنا من المعادن في الكورتزون وأشياء كثيرة، الكوارتز مثلا، حجر كوارتز هذا له أصوات هائلة ولكنها غير مسموعة بالآذان. حتى دقات القلب التي أقرب شيء إلينا لا يسمعها الإنسان بنفسه وإنما يسمعها غيره بواسطة التكثيف، أيضا إذا وضع السماعة في أذنيه ووضع المكثفة على مكان القلب يسمع هذه الدقات ولا يمكن أن يسمعها الإنسان من نفسه أبدا. هذه الأمواج بعد اكتشافها واكتشاف التيار المجلفن الذي هو الكهرباء واكتشاف تواصل هذا العالم كله بواسطة هذه الدوائر التي تتحرك بصفة دائمة، وكل شيء في هذا الكون يجري في هذه الحركة الدائمة، كلهم في فلك يسبحون. واكتشف بعد ذلك في زماننا هذه الشبكة العنكبوتية التي تسمى شبكة الانترنت، ومن خلالها تم هذا التواصل العجيب بين مشارق الأرض ومغاربها، وأصبح فيها كثير من الأنطقة التي وسعت العالم في الأصل. العالم ينقسم إلى أرض وسماء، والأرض المقصود بها العالم السفلي والسماء المقصود بها العالم العلوي. السماء دائما في توسع لأن الله قال وإنا لموسعون، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض دائما في تضيق، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فالأرض دائما في ضيق. ولذلك الكرة الأرضية الآن 3/4 من المياه وربع واحد هو الذي يسكنه الخلائق، ولو أن الخلائق انتشروا ولم يخلق الله الموت ولم يخلق هذه الأوبئة التي يشكوها الناس الآن لضاقت عنهم الأرض بأقواتها وإكسجينها ونفقاتها وحتى بأماكنها، وقد جعلها الله كفاة أحياء وأمواتا، فالأحياء على ظهرها والأموات في بطنها فهي تحويهم جميعا. فاكتشفت هذه الشبكة التي وقع بها هذا الاتصال. هذه الشبكة لا بد أن ندرك أنها ابتلاء وامتحان من الله، وأن فيها خيرا وفيها شرا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ففيها منافع للناس وفيها مضار ككل ما سواها من الخلائق. كل الخلائق التي نعايشها فيها
ما هو نافع وفيها ما هو ضار. وهذه الشبكة هي في الأصل أداة ووسيلة، والأداة والوسيلة شرعا حكمها حكم ما توصل إليه، إلا أن بعض الوسائل جاءت فيها نصوص بخصوصها إما ناهية أو آمرة، فاعتبرت تلك الوسائل مقاصد في ذاتها، كالطهارة الوضوء هو في أصله وسيلة لاستباحة الصلاة، ولكنه مقصود لذاته وفيه عبادة مخصوصة، ولذلك كان الوضوء علامة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته يوم القيامة. قيل له: بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: إن أمتي يلدون علي الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء. وكذلك ذكر ما فيه من تكفير السيئات، فذكر أنه إذا توضأ الإنسان فغسل وجهه وخرت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أهداب عينيه، وإذا تمضمض واستنشق خرجت الخطايا من فيه ومن أنفه، وإذا غسل يديه انحطت الخطايا حتى تخرج من تحت أظافره، إلى آخره، مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فهذه هي وسائل بالأصل، لكن أصبحت مقاصد لما ترتب عليها من العبادات المخصوصة. لكن ما سوى ذلك من الوسائل، إذا لم يرد فيها نهي ولم يرد فيها أمر، فهي وسيلة لما يتوصل بها إليه، ومن ذلك هذه الشبكة. فإذا استغلت في الخير كانت نفعا، وإذا استغلت في الشر كانت ضررا، وهي فيها صالحة لكل ذلك، كالمعايير والمكاييل والأوزان وكل الأدوات، يمكن أن تستعمل في الخير ويمكن أن تستعمل في الشر. ولا يعنينا هنا في اجتماع شبكة بصائر التفريع على جانب الشر، فنحن في جانب الخير، لكن جانب الخير لا بد أن نضع له ضوابط أيضا. فجانب الخير من استعمال هذه الشبكات لا بد أن ندرك أن له طرفين وواسطة. فالطرف الأول طرف الإفراط والمبالغة، فبعض الناس ينكب على هذه الشبكة ويهمل الحياة من حوله، فينسى أن له أهلا ووالدين وأصدقاء، وأن هذه أسرة متكونة، وأن لها أولادا، وأن لها واجبات وأعمال، فيضيع الوقت كله في هذه الشبكة. وكثيرا ما توصل الإنسان إلى حزن بليغ، فتوصل إليه أخبارا لم تكن لتصل إليه إلا عن طريقها، وكذلك قد توصل إليه انشغالا ينشغل به ولا يستطيع التأثير فيه، تطلعه على أمور هو ما له فيها دفع ولا نفع، وهي بعيدة عنه. وهذا مما كنا ندرسه في علم التصوف فيما يتعلق بالتربية، أن من مهمات المربي أنه يقطع عن الإنسان الأوهام. فالنفس تأتيك بوهمين، وهم من المخوفات التي لا تصل إليها أبدا، تخوفك أنك ستصاب بالمرض الفلاني والمرض الفلاني، وأنك ستتحطم بك الطائرة ويقع لك، وهذه ما كتبت عليك، فتشغلك النفس بأمور هي أصلا غير مكتوبة في القدر من الأوهام. كذلك العكس أيضا، بعض المطامع والمطامح التي تشغلك النفس بالتفكير فيها، أنك ستكتشف كنزا من الذهب أو من الحجارة الكريمة، أو أنك سيكون لك مال قارون، أو أنك هذه أمور أيضا لا تصل إليها. فمهمة المربي أنه يقطعك عن العيش مع الأوهام، ويخلصك منها بشغلك بما خلقت من أجله وبما أنت فيه. وأهل التصوف يقولون: الصوفي ابن وقته، معنى الخطاب في هذا الوقت هو الذي يشتغل به، ولا يعنيه ما سوى ذلك الأمور الأخرى التي قد تكون في غد أو قد مضت، هذه لها وقتها وانتهى، لكن المهم الوقت الذي أنت فيه، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. وهذا يحتاج فيه الإنسان إلى تربية وأطر لنفسه. فكذلك الإنسان إذا اشتغل بهذه الشبكات والاتصال، فهو مهتم بالصديق الفلاني الذي في اليابان، والصديق الفلاني الذي في الصين، والصديق الفلاني في جنوب أفريقيا، والصديق الفلاني في سويسرا، والصديق الفلاني في أمريكا، والصديق الفلاني في كندا، وهكذا. فهو متابع لهذه الأحداث، وهذا ينشر مسراته، وهذا ينشر أيضا آلامه، وكل يطلعك على بعض أسراره وأموره التي قد تكون صحيحة وقد تكون تصورا خاطئا، كل ذلك يقع. بل الغريب أن كثيرا من الأصدقاء الذين يصادقهم الإنسان يتبين أنهم على خلاف ما يتوقع، فهو
هم يخرجون له صوتا غير صوتهم، وصورة غير صورتهم، وقناعة غير قناعتهم، وأخبارا عن غير أخبارهم. فهو يصادق إنسانا يظنه مثلا شاب دارس في الجامعة، ويتبين أنه عجوز وأنها ليست دارسة ولا لها علاقة، لأن هذه أمور مستورة من وراء هذا الحجاب من خلال الشبكة. فيحتاج الإنسان إلى أن يدرك أن هذه الشبكة لا ينبغي أن تأكل عليه أهم شيء لديه، وهو رأس ماله الذي هو الوقت. فالوقت والعمر هو رأس مال الإنسان، وضياعه ضياع للإنسان كله. وقد قال الشيخ سيد محمد للشيخ أحمد والسليمان رحمة الله على الجميع: والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن، وقت يمر ولم يزد حسناته، طول البقاء بلا ملازمة التقى، خسر له بحياته ومماته. فالإنسان عليه أن يحاول استغلال وقته قبل فواته. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الأربع وغيرها أنه قال: بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهزا، أو هرما مفندا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم. ومبادرة الإنسان لذلك تقتضي أن يهتم بوقته ولا يضيعه في غير طائل. والإنسان في الأصل اهتماماته ناشئة عن قدر ثقافته ووعيه. فالذي لا يعي شيئا عن أخبار الأمة يظن أن الأمور بخير، وأن هذا الموجود هو أحسن ما يمكن، وأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو عاش الآن لرضي لأمته ما هي فيه، لأنه هو مغفر لا يعرف حال الأمة ولا يدرك الصراع الذي فيها. والصراع الأبدي المستمر بين الحق والباطل هو غير معني به، لأنه لا يدركه. وفوق هؤلاء قوم في درجة التغفيل، لكنهم يحسون بوجود الصراع ويظنون أنه مختص بقوم هم الذين افتعلوه، أن هذا الصراع مفتعل، وأنه معركة قرارها في يد الطائفة الفلانية ضد الطائفة الفلانية، ونحن متفرجون عليها لا يهمنا أمرها، ومن غلب منهم فنحن معه. وآخرون يرون أن الصراع قائم وموجود وأنهم معنيون به، لكن يكفي عندهم تتبع أخباره في الشبكة أو من خلال المواقع أو الشاشات أو الجرائد أو وسائل الإعلام، فيظنون أن نصرتهم للدين تتحقق بمجرد متابعتهم للأخبار. وآخرون يشعرون بوجود الصراع ويعلمون أنهم معنيون به، لكن يظنون أنهم يكفي أن يكونوا داعمين فقط ومؤيدين، وليسوا مطالبين بأن يكونوا من حملة اللواء ولا من الرواحل المتقدمة التي عليها المسؤوليات، ويرون أن ذلك لغيرهم، ويتمثلون بقول أبي العلاء أحمد بن سليمان أديب معرة النعمان: أرى العنقاء تكبر أن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا. وآخرون يدركون وجود الصراع ويعلمون أنهم معنيون به، وأن عليهم أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن الفرصة لا تتكرر، وأنهم إذا لم يبادروا إلى ذلك الليلة فقد لا يتاح لهم أن يعودوا إلى ذلك أبدا. فلا بد أن ندرك أن الحياة كلها فرص، وأن هذه الفرص بيد الله جل جلاله، وأنه يفتحها في أوقات معينة امتحانا لنا، أوقات معينة امتحانا لنا. فإذا صادفها الإنسان ونجح الحمد لله، نجح في الامتحان، وإذا صادفها وأهملها هو الضائع، وهو الذي أضاع نفسه لأنه دساها في الواقع. ولذلك الخاسرون منهم هم الذين يفتح الله أبوابه أمامهم فيولونها ظهورهم ويدبرون عنهم سبحانه وتعالى. فرصتهم هائلة لو أقبلوا على الله جل جلاله، ولكنهم ولوا أبوابه ظهورهم وأعرضوا عنه. ولذلك لا بد أن يعرض عنهم جل جلاله: ولا يزال العبد لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. كذلك فإن إضاعة
الوقت في هذه الشبكة، نظيره أيضا عدم ترتيب الأولويات. فالإنسان العاقل المسلم له أربع أولويات في هذه الدار، في هذا العمر القصير. الأولوية الأولى تعلم ما أمر الله به، والأولوية الثانية العمل بما تعلمه، والأولوية الثالثة الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، والأولوية الرابعة الصبر على طريق الحق والمصابرة حتى يلقى الله. وهذه الأربع تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فإن الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولا يكون ذلك إلا بتعلم ما أمر الله به، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على طريق الحق. وهذه الأربع هي وصية لقمان لابنه، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا تعليم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر على طريق الحق. هذه الأولويات الأربع نرتبها على ما نشاهده ونتابعه ونتلقاه عن طريق هذه الشبكة. فنبدأ أولا بالجانب العلمي. لا بد أن يدرك الإنسان عمن يتلقى. فالعلم ليس مثل الأطعمة، فأنت تأكل طعاما لا تدري من طابقه ولا معده ولا يهم كذلك، مهم تقومه هو في ذاته، لكن العلم مرتبط بمعده، فليس مثل الطعام. ولذلك لا بد أن نعلم أن العلم دين، فلا بد أن نعرف عمن نأخذ هذا الدين. وهذا الذي كان سلفنا يقولون، كانوا يقولون: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد أن يتعرف الإنسان على من يأخذ منه، وذلك أن الإنسان لديه قابلية للتلقي فهو يتلقى، وهذه القابلية قد تملأها عليه الشبكة بالتلقي ممن ليس أهلا لأن يتلقى عنه. فلا بد أن يعرف من هو أهل للتلقي، وأن يتلقى عن الثقات الذين هم أهل علم وورع وأهل اختصاص فيما يتكلمون فيه. فكثير من الذين يشغلون نطاق الشبكة يتكلمون فيما لا يحسنون وما لم يدرسوا وما لم يشتغلوا به، ولذلك يخطئون أخطاء فادحة تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتاج الإنسان أولا إلى معرفة عمن يتلقى، وذلك يشمل أيضا مستوى عقله. فكثير من الرواة والنقلة عقولهم متدنية، ولذلك تميت المعلومات التي تتلقى عن طريقهم، لأنهم في مستواهم لا يدركونها ولا يستوعبونها، ومستويات عقولهم وثقافاتهم متدنية جدا، فهم يصلحون لعصر آخر. هؤلاء درسوا كتبا معينة وعاشوا في بيئة معينة، فهم يصلحون لتلك البيئة ويصلحون لتلك الكتب ولتطبيقاتها، ولكن لا يصلحون لعصور أخرى وواقع آخر مختلف، ولا يمكن أن يكونوا أئمة فيها، أئمة في زمانهم وفي مكانهم ويرجعوا إليهم في ذلك، لكن تغيرت الأحوال، كما قال صاحب الشيخ محمد الأول: تغيرت الأحوال، ما أنا بالذي عرفت ولا أنت التي كنت أعرف. و نعم. فلذلك هذا التغير في الأحوال يقتضي أن ندرك عمن نتلقى، وأن نتعرف عليه، هل هو من أهل الفهم والاستيعاب، وهل هو من أهل الورع والعلم، وهل هو فعلا من أصحاب الفتن المضلة التي يخشى من أصحابها، لأن مجرد كلمة منهم تنطبع في القلوب. أصحاب الفتن خطرهم أن النظر إليهم يوقع الإنسان في فتنته، ولهذا أمرنا الله بالنظر إلى أهله، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كذلك ترتيب الأولويات من الناحية العلمية ينظر فيه الإنسان إلى مستواه هو أيضا. بعض الناس يتعلق بعلوم هي أكبر من مستواه، ولديه كثير من الواجبات قبلها. فبعض الناس يريد أن يبت الآن في الخلافات بين الصحابة الكرام، ويريد أن يبت في الخلافات بين أئمة المذاهب،
ويريد أن يبت في التصحيح والتضعيف بين ابن الصلاح والنووي، وعنده التصحيح ليس يمكنه في عصرنا، وقال يحيى ممكنه، يريد أن يبت في علوم الأولين والآخرين وهو مستواه دون هذا بكثير. عليه أن لا يشغل نفسه بما لا يحسن، وأن يدرس حتى يصل إلى ذلك المستوى. نحن لا نريد تضعيف الهمم ولا نقصها ولا تثبيطها، لكن نريد أن يكون الإنسان في مستواه الذي هو فيه. كن حيث أنت، فلا بد أن يكون الإنسان حيث هو، وحينئذ يشغل بما يزيده إيمانا وبما يزيده يقينا، ويشغل بالعلوم التي تدخل في حياته وبما يهمه أولا، ولا يملي عليه الآخرون إراداتهم. فمشكلة الإنسان الذي ينساق وراء وسائل التواصل وينساق وراء هذه الشبكة أنه يصبح منفذا لأجندة آخرين، ويدور في فلك لم يختره بنفسه وإنما جذبته الجاذبية. فالشخصيات هي بمثابة الكواكب، لها جاذبيات، فينجذب حولها الصغار ويدورون في فلكها دون شعور منهم. وحينئذ لا يكون الإنسان صاحب اختيار، والأصل أن الحرية تقتضي من الإنسان أن يكون صاحب اختيار، وأن لا ينفذ أجندة أحد وإنما ينفذ تكليفه هو واختياره، وأن ينطلق من مبادئه هو. كذلك من الأولويات في الجانب العلمي أن يدرك الإنسان أن هذا العلم ينقسم إلى قسمين: ما تحصل به حسنة المعاد، وما يحصل به درهم المعاش، ويسعى للحصول منهما على نصيب، نصيب يحصل به حسنة معاده وهو محتاج إليها، ونصيب يحصل به درهم معاشه وهو محتاج إلى ذلك أيضا. ثم بعد ذلك جانب التعامل مع الناس، أنت مضطر لأن تعيش مع الآخرين، ولا يمكن أن تعيش وحدك، وهذه الشبكة تلقيك في معاني المعارك كأنما دخلت في داخل قلب السوق، وهذا ذاهب وهذا آتي، ويتجاذبونك في مكان ضيق، فأنت ترى كل شيء في هذه الدنيا بين يديك. وقديما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه، ولم ينهى قلبا غاويا أين يم ما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. وقال غيره: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر رأيت أو أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا النظر مشكلة كبيرة، حتى أهل التربية القدماء أدركوا خطره في حياة الناس. وابن القيم رحمه الله يقول: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولذلك المناظر التي تستهوي الإنسان في هذه الشبكة لا بد أن يدرك أن المقصود من كل هذا العالم ما يزيدك إيمانا ويقينا بالله ومعرفة بخلائقه. مرة من المرات كان أحد المربين ينظر إلى شاب وهو ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، فرفع بصره وقال: انظر إلى هذه المزنة فهي أجمل وأحسن. فهذه النظر هو مجرد أن ترى شيئا جميلا إبداعا حقيقيا، وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فرؤيتك لهذا الكون العظيم ولما جعل الله فيه من الآيات العجيبة والإبداع الجميل يكفيك عن النظر إلى ما نهاك عنه وحرمه عليك. ولذلك شخص ظمآن وحوله ماء بارد كثير، وحوله قنينة صغيرة من الخمر تباع بثمن كبير والماء مباح، لماذا يتبع تلك القنينة الصغيرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع وهي مكلفة وذات ثمن، ويترك الماء البارد الذي بين يديه؟ في هذا الكون كثير مما يشبع رغباتك مما ترى من عجائب الكون ومن أسراره ومن نواميسه ومما صنع الله فيه وأودع فيه من الإبداع الحقيقي العجيب جدا. ثم بعد ذلك ترتيب الأولويات في جانب العمل. أعمال الإنسان إنما هي نتاج طاقته،
وطاقة الإنسان محدودة ضعيفة جدا. فإذا أدرك ذلك بادر إلى الأهم، فالأهم والأهم هو ما يرضي الله، وأهم ما يرضي الله هو فرائضه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك لابد أن يتقن الإنسان مهارة العبادة، ومهارات العبادة مكتسبة وبالإمكان أن تكتشف من خلال هذه الشبكة. وهذا ما يسعى إليه إخواننا في شبكة بصائر، يريدون أن يكسبوا الناس بعض المهارات في التعبد كما يكسبونهم مهارات في العلم. مهارات التعبد مثلا، أنت الصلاة إذا تعلمتها صغيرا وتعودت على ذلك ستكبر وأنت تطبق ما كنت تدرسه من صلاة الصبيان وما كنت تفعله في زمن الصبا، وحينئذ لا تكون صلاتك ناهية عن الفحشاء والمنكر ولا مقربة من الله. هذه صلاة الصبيان ليست صلاة الكبار. صلاة الكبار لا بد أن تتقنها، وهي مهارة كمهارة القيادة، قيادة السيارة. هل يمكن أن تعطى الرخصة لمن لا يحسن مهارة القيادة؟ الرخصة شهادة زور لا فائدة فيها. فلذلك الصلاة تحتاج إلى ليسن، شهادة السياقة ومهارة في ذلك. ولذلك أنا أقول دائما إن الصلاة الرباعية تعود الإنسان على السياقة، قيادة السيارة حقيقة. فعند الانطلاق عند الدبار لا بد من الثقل، فلذلك الركعة الأولى والركعة الثانية فيهما سورة بعد الفاتحة لأنهما بمثابة البريمير والديزين. ثم بعد ذلك تأتي الجلسة الوسطى وهي بويمور في الوسط، ثم بعد ذلك تأتي الركعتان الأخيرتان تروازية مكترية أو سينكي موسيسي. فالإنسان منطلق، ليست هذه الركعة فيها سورة بعد الفاتحة، والإنسان قد دخل السكة وانطلق. كذلك إذا كان في مكان صعب شاق مثل ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يحتاج إلى دفع رباعي، وهذا الدفع الرباعي هو الجهر بالقراءة. فالصلوات الليلية والنهارية ذات الخطبة تحتاج إلى دفع رباعي، فلذلك لا بد من كربوتاج فيها، وهذا الكربوتاج هو القراءة الجهرية، يتمكن الإنسان مما يقرأ ويستوعبه ويستحضره، وهذا الذي يستوعب به الإنسان ما يقول. فالإنسان لو أنه نودي فوقف بين يدي الملك الديان جل جلاله وقيل له تكلم لشق عليه ذلك ولم يستطع أن يقول شيئا، حتى لو كان بين أيدي الناس كثيرا ما يرتج على الإنسان ولا يستطيع الكلام، فكيف بالوقوف بين يدي الملك الديان؟ لذلك أعاننا الله وعلمنا ما نقول بين يديه، فعلمنا هذه الفاتحة العظيمة التي هي خلاصة القرآن كله، جامعة لكل ما في القرآن من العلوم. هذه الفاتحة هي عبارة عن قسمة قسمها الله بين الله جل جلاله وبين عبده. ولذلك ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: ملك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وفي لفظ: فوض إلي عبدي هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الذي تقاس به الصلاة، هذه روائز الصلاة، روائز الصلاة وإتقانها في الفاتحة. فإذا كان الإنسان يقف عند هذه المواقف وينتظر جواب الملك الديان، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، أدرك ما يقول وأنه يحمد الله المحمود في كل السماوات والأراضين على كل لسان، فهذه الخلائق كلها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، الحمد لله رب العالمين، فيعلم أن ربه سيقول: حمدني يا عبدي. وبهذا يستشعر الإنسان شعورا عجيبا، لأن الإنسان العادي الآن إذا قرأ في القرآن أن الله كلم موسى عليه السلام يستعظم هذا المقام السامق الذي خص الله به كليمه نبيه موسى عليه السلام،
لكن أنت إذا صليت وكنت حاضرا خاشعا فإن الله يكلمك كما كلم موسى، فيقول حمدني يا عبدي، ثم يقول أثنى علي عبدي، ثم يقول فوض إلي عبدي أو مجدني عبدي، هؤلاء لعبدي ولي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فاستحضر ذلك من البداية، فلا يمكن أن يكون الإنسان الغافل لله أهلا لأن يكون في مقام الاجتباء والكلام المباشر مع رب العزة والجلال. فلذلك استحضر ما تقول وتعود على هذه المهارة، وهذه المهارة يعودنا عليها بعض هذه الوسائل. فالآن كثير من الناس يسجلون عن بعد عن طريق تواصل في جامعات ويدرسون مقررات ويمتحنون، وكثير من ذلك يكون أيضا تحت الرقابة عن طريق القمر الصناعي، يراقب الامتحان ويصحح عن بعد. فلذلك لابد أن تدرك أنت إتقانك للصلاة وأولويتك فيها، وهكذا في كل العبادات. ثم بعد ذلك إتقانك للدعوة، فهذه الوسائل تتلقى فيها الدورات الدعوية التي تفهم بها كيف تخالط الآخرين وكيف تعاملهم وكيف تتدرب على الانتصار على نفسك أولا. فالإنسان كثيرا ما يصاب بالغرور والطغيان إذا حس باستغنائه عن الآخرين، أو بأنه فاهم أو مدرك أو بأنه واعي أو بأنه صاحب شهادة أو مستوى. كثيرا ما يصاب بهذا الغرور، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهو من لم يقل أن استغنى فهو لا يستغني أبدا، ولكن أن رآه معناها أن خيل إليه أن نفسه كذلك، أن رآه استغنى، مجرد رأي وهو غير واقع، ومع ذلك يصاب بهذا الطغيان. فيحتاج الإنسان الداعية أولا إلى أن يعالج نفسه عن هذا الطغيان. ولذلك شروط الداعية ذكرت في أول خطاب جاءنا في الدعوة. فأول خطاب جاءنا هو العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم جاء بعده الخطاب الثاني، هو خطاب التعبد، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم جاءنا خطاب الدعوة هو الثالث، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقد ذكر فيه خمس مهارات إذا أتقنها الإنسان فعلا استطاع أن يكون داعية. هذه المهارات الخمس أين هي؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. أول مهارة وربك فكبر، تعظيم جناب الله جل جلاله، وأن تستحضر عظمته وجلاله في نفسك، هذا الذي يردعك ويقتضي منك استقامة وخوفا ورجاء وأنسا ومعرفة وتوكلا وقوة بالله جل جلاله. ربك فكبر. وثيابك فطهر، أن تتخلص من الأدران والأوساخ والقيم الرذيلة والأخلاق الذميمة والذنوب والسيئات، تتخلص من كل ذلك بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر. ثم بعد ذلك المهارة الثالثة، والرجز فاهجر، مقاطعة كل ما لا نفع فيه ولا خير فيه مما لا يرضي الله جل جلاله من الأقوال والأفعال والأعمال، وأولها الشرك بالله، ثم كبائر الإثم والفواحش، وهكذا. ثم بعد ذلك المهارة التي بعدها، ولا تمنن تستكثر، هذه الرابعة. لا تمنن تستكثر معناه أنك لو عشت عمر نوح وأنت في الدعوة إلى الله ودعوت الناس إلى سبيله لم تؤدي حقه، فهو يستحق أكثر من ذلك من العبادة، ويستحق أكثر من ذلك من القيام له بالقسط في أرضه. ولا تمنن تستكثر. ثم بعد ذلك المهارة الخامسة وهي الأخيرة، ولربك فاصبر. ما أصابك في ذات الله أصاب من هو خير منك، هي نكبات مباركة، هي معالم على الطريق، أصابت من هو خير منك، فلذلك تعودك على الصبر على الطريق. واكتشاف الإنسان لهذه المهارات من خلال التأثير، من خلال الشبكات، سيعجب هو ببعض الناس وسيرى فيهم بعض الأمور التي يمكن أن ينقلها ويستفيد منها من خلال هذا التواصل. سيعجب ببعض العبارات ويجدها قد خزنت في ذاكرته من غير أن يتعب في حفظها. سيعجب ببعض السلوك والتصرف في بعض المواقف،
في دمشق في العصر الماضي، كان إمام مسجد معروف شيخ، ومن الذين انتصروا على أنفسهم، واحتاج إلى بناء مسجد كبير قد تهدم، فذهب هو إلى سوق دمشق يريد المساعدة من التجار في بناء المسجد، ومعه بعض الطلاب. دخل على تاجر كبير، فلما دخل عليه في مكتبه ظن أنه سيسوم بضاعة من بضائعه، فدعاه وأدخله إلى مكتبه، فلما جلس قال له ماذا تريد؟ قال نحن عندنا المسجد الفلاني قد تهدم ونريد تجديد بنائه، وهو خير تقدمه لنفسك في آخرتك، وبدأ يتكلم. فماذا تعطينا؟ مد له يده قال ماذا تعطينا؟ فبصق الرجل في يده وقال خذ هذه، فمسحها على لحيته وقال هذه لي أنا، فماذا تعطي لرب العزة والجلال؟ فانتفض الرجل وكأنما أغشي عليه، ثم فتح خزانة نقوده وقال والله لا أتدخل لك فيما تأخذ منها لوجه الله، ولا أمنعك من أخذ شيء منها شئته. فهذا النوع تجده في الشبكة، بعض المواقف التي تعلم الإنسان وتعوده كيف يتصرف التصرف المناسب في مثل هذه الامتحانات والمزالق في سلوكه. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالصبر، فهذه الشبكات في بعض الأحيان تتعطل، يكون البث ضعيفا، تكون الكهرباء ضعيفة، ومع ذلك ينتظرها الإنسان، ينتظر نزول المقطع، ينتظر المشاهدة، فيتعود على الصبر، والصبر مهارة نحن محتاجون إليها. وتعودنا على الصبر مقتضنا أن ندرك أن الصبر ثلاث شعب: الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره. لا بد أن يدرك الإنسان أن هذه الدنيا ليست فيها الجنة، ولا يمكن أن يجد فيها الإنسان منيته ومبتغاه جميعا. أحد الحكماء الموريتانيين وهو محمد نوح والشغل المختار القرآني رحمة الله عليه يقول الدنيا ما فيها منية لأهل الدنيا، في الدنيا هح المنية في إصلاح الدنيا، والمنية والدنيا ما يمكن تصلح. هذه الدار ليست فيها الجنة، هي دار الأقدار والأكدار، وتسيرها الأقدار، فلذلك لا تتوقع أبدا أن تجد فيها كل مرادك. لا يمكن أن يجد أحد منكم شخصا يناسبه في كل شيء 100%، ولا أن يجد مجموعة أو جماعة تناسبه في كل شيء 100%، لأنه لو وجدها لكانت جنته قد قدمت له. الذي لا يريد أن يسمع ما يكره، ولا أن يرى ما يكره، ولا أن يرى شيئا ينتقده، عليه أن يتعجل لدار القرار، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أما من عاش في هذه الدار وخالط أهلها فسيجد ما يلائم طبعه، وسيجد ما ينافره، وتعزيته عما ينافر طبعه، أن الآخرين سيصبرون منه هو على مثلها. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فلذلك يمكن أن يكتسب الإنسان مهارة الصبر من خلال هذه الوسائل. ومن أهم ذلك الصبر أيضا عما يشبه الإدمان على بعض الأمور التي فيها، بعض الأمور النافعة المفيدة مثل قيامة أرطغرل، هذه مفيدة فيها بعض المهارات وبعض المكتسبات، لكن أصبح كثير من الناس لديه إدمان لمتابعة هذه الأفلام والحلقات المستمر فيها ويعيدها مرة بعد مرة وهكذا. هذا الإدمان ليس صبرا، لا بد أن يتعود الإنسان على الصبر وأن يختار وينتقي ولا ينجرف وراء هذه الأمور، لأنه في بعض الأحيان أيضا ربما دعته شهوته إلى متابعة أمور لا يحل له متابعتها، وهو يحتاج إلى أن يصبر نفسه عنها. وهذا الجهاز الذي في أيديكم جميعا، هذا الهاتف، فيه كثير من الفرص لرؤية كثير من المحرمات متابعتها،
فإذا لم يكن الإنسان مستعدا للصبر فهو خطر عليه، لا بد أن يتعود على الصبر عنه، كما أنه يتعود على الصبر عنه عند نومه وعند دراسته وعند ذهابه للعمل وهو يسوق سيارته، تعود على الصبر عليه عما فيه مما لا يحل الله سبحانه وتعالى نظر إليه. هذه الوسائل في بعض الأحيان يخلق لها شيء كيف أدواخل يخلق لها نتائج. خارج راهل نعرفه كان دواخ حتى قال عنه هو في قعر الخالق ذوك الله يرجعوا ردفنه يدفنه ويرجعوا يعمروا، كان يقول لهلو عنه يوعف شو الليل يقول لهم يخليكم ما قيمتوني إلى كاسي، ومن يدخل الحمام لا يستحم يفتح النافذة الصغيرة ويقول لهم تموا دخلوا لي كاسي منه لأين طلست. هذا كيف الآن كثير من الشباب المدمنين على بعض البرامج وعلى متابعة بعض الحلقات، ودائما يدخل يده في جيبه حتى في الصلاة إذا غفل قليلا أدخل يده يلمس التلفون. هذا خطر كبير يحتاج الإنسان فيه إلى مصابرة ومجاهدة وأن يمنع نفسه منها. فإذا حدد الإنسان أوقاتا معينة للاستفادة هي مثل الدروس، هل يستطيع الإنسان أن يكون هذا الدرس مستمرا معكم من هنا إلى غد؟ ما تستطيعون صبر ذلك، ولا تستطيعون أن تكون البصائر مثلا كل يوم في حفل مثل هذا وتأتي بالشيخ محمد أن يتكلم أو بالشيخ محمد البلفال، لا تستطيعون ذلك. والله عندما فرض عليكم 50 صلاة قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم راجع ربك فإن أمتك لا يطيقونه. فلذلك لا بد أن يكون للإنسان أوقات معينة في اليوم والليلة في 24 ساعة، خصص ساعة أو ساعتين لمتابعة هذه البرامج والاستفادة منها، وما سوى ذلك افطم نفسك عنه فطاما. وأهل التربية قديما يرون أن فطام الطفل عن الرضاع هو مثال لفطم النفس عن الشهوات، كما قال البوصيري رحمه الله والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالناس محتاجون إلى ذلك. كذلك من المهمات في هذه البرامج ما يقدمه الإنسان. الإنسان دائما لا يمكن أن يكون متلقيا في الشبكة دائما، إلى متى وأنت تتلقى دائما؟ الفتوة تقتضي تأثيرا وتأثرا، والاتصال يقتضي أن يكون بين جانبين لكل منهما شخصيته، وأنت لا يمكن أن تكون مستهلكا غير منتج. كثير من رواد الشبكة ليسوا مستهلكين ولا منتجين، هم بمثابة الموزعين فقط، عملية اللصق والقص واللصق ويرسل 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 ويرسل، لا هو منتج ولا هو مستثمر انتفع بذلك. وكثير من مما يرسلونه لا يراجعونه، لو راجعوه لأنفسهم كانوا قد انتفعوا وتعظوا في بعض الأحيان. فلا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون منتجا ومستهلكا، منتجا لما هو نافع. وأنا الآن من أهم ما نتابعه ما يكتبه فضيلة الشيخ في ما يقدمه، بعضه من مقرؤاته وبعضه من مروياته عن العلماء والمشايخ، وبعضه نعم وبعضه أيضا من تجاربه هو الشخصية، وبعضه أيضا من المهارات اللغوية المفيدة التي تنفع. فهذه أمور نافعة، هي إنتاج مفيد. كذلك في مقابل هذا لا بد أن يكون الإنسان أيضا منتجا، هو ينتج شيئا يقابل به هذا المعروف والخير. ولا بد أن يكون مع استهلاكه يقدم شيئا في مقابل ذلك. لا بد كذلك أن يدرك الإنسان أن ليس كل ما يعلم يقال، وأنه لا بد من الانتقاء فيما يخرجه الإنسان. فالكتابة إنما هي عقل الإنسان يخرجه للناس، والعلماء قديما يقولون من ألف فقد استهدف. أنت تنشر عقلك للناس. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما كان من ذوي الجود والسخاء المعروفين، وفيه يقول عبد الله بن قيس رقيات
تقدت بي الشهباء ونحو ابن جعفر سواء عليها ليلها ونهارها والله لولا أن تزور ابن جعفر لكان قليلا في دمشق قرارها. وكان تاجرا، فإذا كان وقت البيع تشدد مع المشترين في الثمن، وإذا كان وقت العطاء يعطي دون محاسبة. فقال له رجل: ما لك تجود بالكثير إذا سئلت وتظن بالقليل إذا توجرت؟ فقال: إذا سئلت فإنما أجود بمالي، وإذا توجرت فإنما أظن بعقلي. هذا العقل. ولذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الانتقاء مطلوب فيما ينشره، وما لأنه سيعرض عليه يوم القيامة، وكل ما يكتبه الإنسان سيعرض عليه يوم القيامة. والشافعي رحمه الله سئل عن الأدب فقال: أن تكتب أحسن ما سمعت، وأن تحفظ أحسن ما كتبت، وأن تحدث بأحسن ما حفظت. فهذا التدرج في الانتقاء مهم جدا في الاختيار. وكذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن هذا العالم الآن يقصد أن يكون عالما واحدا، وهذا فكرة العولمة، أن يكون العالم كله قرية واحدة، فدينه واحد ومعاشه واحد ولباسه واحد وأخلاقه واحدة وشهاداته ومستوياته وتفكيره واهتماماته موحدة، لأن هذه غزو، يعني عبارة عن غزو من خلال هذه الشبكة، تغزى بالعقائد، تغزى بالأخلاق، تغزى بالأفكار، تغزى بالمآكل والمشارب، حتى البزنس الإنتاج كله تغزى به من خلال هذه الشبكات، فتروج لك كثير من الآن. كثير من الناس يشتري الأشياء على أساس أنها ماركة، وليس المهم ما يبذل فيها بل أنها ماركة، لكن لو نظر إلى أن المقصود هو سد حاجته، وأن هذه الحاجة يمكن أن يسدها بما ليس ماركة، وقد يكون أرخص وأحسن وأنسب له هو ولمستواه، فهذا غزو من خلال الشبكة بما يسمى الماركات التجارية. لكن إذا استطاع الإنسان أن يتخلص من ذلك وأن يكون في تلقيه حاضرا ومستوعبا، ففي ذلك جانبان: جانب محلي يحتاج الإنسان فيه إلى التثقيف المحلي بواقعه وبلده وما يتعلق بمشكلات أهله وما هم فيه، وينبغي للعاقل أن يكون بصيرا بأهل زمانه إلى آخره. وفي العالم من حوله يحتاج إلى بعض الثقافات وبعض الأمور، لكن لا بد من الانتقاء، لا بد أن يضع صماما لما يسرب إليه، لأنه لو ابتلع كل ما يأتيه من خلال هذه البلوعة الكبيرة التي هي هذه الشبكة لدخل في العنة ولم يكن قادرا على الانتقاء. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان لديه من المحليات ولديه من الدوليات والعالميات مشاركة تنفعه، وهذا بحسب مستواه. الطالب لا بد أن يكون له انتقاء واختيار بحسب تخصصه ودراسته. الموظف يحتاج أيضا إلى تطوير خبرة وزيادة إنتاج فيما هو فيه. المهتم بقضايا الأمة لا بد أن يدرك أحوالها وأن يطلع على ما يقع فيها من المشكلات، وهكذا. فكل هذا توفره الشبكة بالمجان، وبالإمكان أن يطلع عليه الإنسان. والمقصود هنا بالمجان ليس بأصل الاشتراك، وطبعا هذا لا أقصده، لكن المقصود أنه مبثوث ليلا ونهارا والناس يشتغلون على بثه، وهذه المعلومات إذا لم ينتقي الإنسان فيها كثير من الصواب وفيها كثير من الخطأ، والعاقل هو الذي يميز بين الخطأ والصواب، وأساس ذلك بصيرة الإنسان. البصيرة المضيئة بالعبادة هي التي لا يلتبس عليها الحق بالباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان ما يميز الإنسان به بين الحق والباطل. وإدراك الإنسان لأن بعض ما يقدم فيه كثير من الأخطاء والمجازفات وعدم الدقة يقتضي منه هذا الاختيار والتقويم. وكأني أطلت عليكم فأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم
لما يرضيه، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يبارك على شبكة بصائر وقناتها والقائمين عليها، وأن يوفقهم، وأن يكتب كل ما قدموا في ميزان حسناتهم، وأن يعينهم ما لا يعين عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لخدمة هذا الدين وهذا العلم، ولخدمة المشتركين والمشتركات جميعا، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويصلح لهم دينهم ودنياهم. ولا شك أن هذا الاسم يحملكم مسؤولية كبيرة، لأن الله قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، قال هذا بصائر للناس، فهذا يحملكم مسؤولية هذا الاسم. نسأل الله أن يوفقكم ويسددكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.